السلام عليكم ورحمة الله. يكشم لار أبي لار وأبلا لار. بداية صلوا على سيدنا محمد وضعوا إعجاب للفيديو، عدة أخبار هامة، وشاركوا رابط الفيديو لعند أصدقائكم على الواتساب مشان ينتبهوا. الموضوع الأول يا أخوان، تواصل معي مبارح أحد الأشخاص يلي صارت معه قصة غريبة عجيبة. طبعا هو لأنه ما بيعرف بهذا القانون فحصلت معه هاي المشكلة. يلي صار يا أخوان إنه هذا الشخص أخذ مرته على المستشفى، ولدها، ولدت بالسلامة. بعد ما ولدت طبعا مرته عمرها تحت 18 سنة، تمام، يعني عمرها 17 سنة، وهذا الشيء يعتبر جرم بالقانون التركي انه هو متزوج من قاصر. راح على المستشفى، ولد مرته، راحت الايام، اجت الايام، راح على احد ادارات الهجرة ليحدث بياناته، تم احتجازه بسبب انه المستشفى رافع عليه دعوة او محول الملف تبعه للقضاء انه هو متزوج من وحدة قاصر. تم احتجازه، تم تحويله الى مركز الشرطة، بعدين تم تحويله الى المحكمة، وبعد ما اثبت للقضاء انه هي متزوجة برضاته واهله موجودين، الحمد لله تم اخلاء سبيله. ولكن يا ريت الجميع ينتبه من هذا الموضوع. في تركيا الزواج من القاصر هو جرم يحاكم عليه فعليا القانون في تركيا، فياريت الجميع ينتبهوا على هذا الموضوع لانه مصلحتكم بتهمني. الموضوع الثاني يا اخوان اللي هو جدا هام، موضوع طلب الاسترحام، وامتى فيكم تقدموا طلب استرحام، وهل هو فعليا صعب تقديم طلب الاسترحام. طلب الاسترحام بيتم تقديمه اخواني بعده حالات، ابرز هاي الحالات اذا كنتوا راجعين على سوريا عوده طوعيه وبعد هيك فتوا على الاراضي التركيه وحابين تسترجعوا الكملك تبعكم، بتكتبوا طلب استرحام بتوضحوا فيه انه انتم ظروفكم صعبه وانه انتم رحتوا على سوريا ولكن ما قدرتوا تضلوا بسوريا، فانتوا حابين تحصلوا على الكملك من اول وجديد، وبتوضحوا كل المشاكل مع ارفاق رقم الهاتف اخواني وعنوان بريد الكتروني ضمن طلب الاسترحام. طبعا بيتم كتابته باللغه التركيه، انتوا فيكم تكتبوا اذا كانت اللغه التركيه تبعكم قويه، بيتم تقديمه الى ادارات الهجره سواء باليد او عن طريق البريد الالكتروني او عن طريق البيتتي. الموضوع الثالث اللي هو كتير مهم يا اخواني، بصراحه في عائلات كتير صار ما بينهم انقسام بخصوص موضوع الجنسيه التركيه. يعني عائله مثلا مؤلفه من 5 أشخاص، 4 أشخاص منها حصلوا على الجنسية وشخص تاني ما حصل على الجنسية، أو 3 أشخاص حصلوا على الجنسية ولكن شخصين ما حصلوا على الجنسية مع أنه هن من نفس العائلة. وهي المشكلة واجهت كتير ناس بصراحة. سبب هاي المشكلة يا أخواني أنه هاي العائلات عم بيقوموا بإخراج أحد الأشخاص من الخانات تبعهم من شان كرت الهلال الأحمر أو من شان غيرهم من الأمور، أو أنه رقم العائلة اللي بيكون مكتوب على الكملك غير موحد لجميع الأشخاص. والسبب الثالث عم يكون أنه في أشخاص عم بيكون سنهم تحت 18 سنة، وأثناء مراحل الجنسية التركية عم بيصير عمره فوق 18 سنة، فهذا الشخص لازم يروح يوقع بنفسه ويراجع إدارة الهجرة كمان مشان هو يحصل على الجنسية التركية مع عائلته. طبعا اللي عنده أي سؤال أو أي استفسار بخصوص المواضيع اللي حكيناها بإمكانه يكتب بقسم التعليقات، بالإضافة إنه رح خليكم الروابط بأسفل هذا الفيديو جدا مهمة للجميع. بتمنى لكم الخير جميعا، الله يحميكم جميعا، سلام عليكم.